والفترة اللي فاتت كان في حالة زي ما انت قلت كده، حالة كسر ربنا ما يعيدها. ان شاء الله. هل حالة الكسر دي كان سببها العمل اللي انت اكتشفتيه، او ان انت لا يعني يا اخويا الجواز من الاخر. يلا احنا لايف كده بقى. انا شايفه ان الجواز بيعطل شويه، ده مش معناه ان الناس ما تتجوزش، بس عايزه اقول اتجوزوا وارتبطوا ربنا يساعدكم، بس ما تخلوش الطرف الثاني ياخد من نجاحكم، ما تخلوش الطرف الثاني ياخد من طاقتكم. حبوا نفسكم وادوا نفسكم اللي تستحقها، انتوا ربنا خلقكم على الارض عشان بيكرمكم بوجودكم على الارض، ده تكريم من رب العباد. فلازم انا احب سميه، احبها، اهتم بيها، اهتم بصحتها، اديلها وقتها، ما اجيش عليها عشان الاخرين. بس احنا بطبيعتنا كستات مصريات، الست عطاءه ومضحيه وبتيجي على نفسها عشان ولادها، وتبقى تعبانه وتقوم وتعمل وتطبخ، وده اكل وده ما اكلش وده نيم لما غطيه، يعني الحنونه الست الجميله اللي بتدي من. فبقول لها ارجوك حبي نفسك شويه، حبي نفسك ان شاء الله يوم في الاسبوع، ما تطبخيش يوم في الاسبوع، خليهم هم يتعلموا، وخليهم وعلميهم كل واحد يعتمد على نفسه، يقوم يرتب اوضته ويقوم يرتب دولابه ويقوم يحضر نفسه الاكل، واللي يشرب في كوبايه يشيلها. انا عارفه معاناتهم. واحنا نتجوز ليه على كده يعني؟ نتجوز ليه على كده؟ هو انت بتتجوز واحده عشان تخدمك؟ ده انت المفروض تجيب لها خدامه عشان تخدمها. انت مش هتقدر عليا يا خالد، يا خالد لا في الحته دي. فهو فالستات عطائين زياده عن اللزوم، ومرات بعض الناس مش كلهم لما بيلاقوا عطاء 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 بيعتبروا ان ده حق مكتسب، وانه لو يوم تعبت او ما عملتش ده فانه يعني انه يعني اتضايق قوي انها ما عملتش. طب ما تساعدها يعني، ما هو ايد على ايد تساعد يعني، هو نصك الحلو في حاجات ولا ايه يا باشا؟